منطقتي بقى بقول الفنون تدعمكم ازاي، يعني تستخدموها او تخدمكم ازاي؟ يعني اظن انه دي وسيله اقرب من المحاضره ومن المكتوب. طبعا يعني طبعا. قولوا لنا نعمل ايه. ما حضرتك دلوقتي رساله لجنه الخطاب الديني او الخطاب الديني بعامه بيحتاج لتضافر كل الجهود، ليس خطابا روحيا محضا. يعني لما النشأ ده ينشأ نشأة سوية، نشأة على أنه محب للحياة بالزبط. محب لكل شيء. لكن كارثة أنه الإنسان ينشأ على ثقافة الكراهية، كاره للناس، يشوف واحد ما يقولوش السلام عليكم، يشوف واحد مش ممكن. برضو يا يعني أستاذة سعاد، الدراما المصرية لو ركزت على النقطة دي وقدمت القيم المشتركة وقدمت الحياة المشتركة اللي بين المسيحي والمسلم هتفرق كتير قوي، لأن احنا الجيل اللي طالع جديد محتاج يتغير. والله أنا شايفة إنه الدراما يمكن ركزت على نقط قاصرة شوية اللي هي إيه، كل عيلة أو كل مجتمع فيه جورج وبطرس وجلبس ومش عارفة إيه. أنا مش شايفة إن دي وسيلة صح. مش دي الوسيلة الصح، بينما ما حصلش من الدراما المصرية إنها يعني أسست خطاب كراهية خالص. شوفي حضرتك، يعني كانت دايما بتطلع الناس طيبين ومش عارفة ايه، وتشيز برضو مش لامس الواقع قوي. احنا بشر كلنا، مش لازم يبقى العيلة اللي مش عارف ازاي المسيحي جنبها عامل كده، ناس عادية زينا وزينا. يعني احنا تدوب الفوارق دي خالص. نفسنا المرحلة القادمة يبقى البيت المصري مسيحي او مسلم يبتدي يعلم الاطفال الصغيرين ان مينا زي محمد، انه ده زميلك لازم تتعامل معاه، يغرسوا ثقافة الحب. البيت زي ما والمدرسة. احنا اتربينا، هل احنا كانت الدراما بتقول لنا كده؟ لا، انا متربيه في مدرسه مسيحيه ارساليه مسيحيه. نعم. ولا نعم. فيها اي حاجه كنا نعامل معامله سويه جمع ان احنا الاقليه كنا. هقول لحضرتك لكن مفيش احساس. النهارده الريف المصري والاماكن دي محتاجه شويه شغل، مفيش كلام. فاحنا عشان كده كنا بنتفق مع الدكتور محي ان مش هنكتفي بالدورات دي، احنا هنعمل حاجه اهم، ان احنا هنزور المحافظات وهنجمع الائمه والخصوص اللي في القرى والنجوع اللي في الزوايا الصغيره والكنائس الصغيره اللي في الاماكن دي، ونقعد مثلا مع اكبر عدد موجود في المحافظه كلها، ونقدم فكره دوره تدريبيه عن الخطاب، ايه اللي يتقال، ايه القيم المشتركه اللي بيننا، ايه اللي المفروض الدين بيقوله. فاحنا مش هنكتفي بالدورات اللي فيها 40 و80 وعدد بسيط كده، لكن هنذهب الى المحافظات ونجمع المشايخ والخصوص اللي في القرى واللي في النجوع، اللي كل يوم جمعة أو كل خطاب محتاج أنه يبقى خطاب من نوع آخر في الأيام القادمة. وإحنا بنقول لكم إحنا تحت أمركم. خلاص. شوفوا نقدر نعمل إيه، وجهونا. وإحنا هو حضرتك، أنا نفسي بس يعني الإعلام كله اهتمام، إذا كنا إحنا بننشد إقرار السلام والأمان في المجتمع يبقى في تناغم في الأدوار. يعني ما يجيش يحصل لما يحصل يعني نزاع أو مشكلة معينة مثلا في أي منطقة، نبص نلاقي زخم إعلامي مركز على أسباب وعلى الضحايا والقتلى والكلام. يعني تظاهرة زي مثلا موضوع لجنة الخطاب الديني واللقاءات، ودي من أعظم اللجان في بيت العائلة، لأنه دي هي الأساس. الخطاب الديني ده كل الأمور بيجمعها الخطاب الديني. طبعا. يعني احنا محتاجين نوع من الاهتمام الإعلامي، الجوانب الإيجابية. أنا بقول لحضرتك الدورة دي في الأقصر كان لها مذاق خاص، دي الدورة رقم 2 في العام الثاني. لما أنا أشوف تلاميذ في كل مراحل التعليمية ويشوفوا انه في اجتماع للأئمة والقساوسة، دي رسالة صامتة معبرة. طب ممكن تصوروا الكلام ده؟ يعني برضو اذا ما كانتش في قنوات لحقتكم دايما وثقوا هذه كده وبعتوها لنا. لا نجيب ما كناش تخصصنا. حضرتك احنا كل 3 شهور في دوره بتنعقد، والدوره سريه كمان فيها مواد وعندنا رؤيه
يعني زي ما تفضل أبونا بطرس بالنسبة لأن احنا عايزين نتواصل مع المجتمع، لا احنا كمان عايزين نتواصل مع المراحل اللي هي ما دون الجامعة، لأنه أهم حاجة التركيز على النشأ، لأنه دول هم رجال ونساء المستقبل، وهم دول الكوادر اللي هيفاد منهم. هنروح النوادي، هنروح النزل للشباب. تصحيح الموروثات الثقافية مهم جدا، تغيير الصور الذهنية مهم جدا، إشاعة ثقافة المحبة والرحمة مهمة جدا في المجتمع. زرنا مدارس يا أستاذة سعاد، زرنا مدارس وإحنا مع بعض كلنا ودخلنا الفصول، زرنا مستشفيات مع بعض وذوي الاحتياجات الخاصة، زرنا ذوي احتياجات خاصة. لازم يقولوا البعد جفا، فلازم الشارع المصري يشوف إن في اتنين بيحبوا بعضهم. احنا شايفين اتنين بيحبوا بعض واحنا بنحبكم موت، وفي يعني تحت امركم وشرفتونا جدا، تاج على راسنا واحنا في الخدمه وتحت الامر. احنا عايزين نتواصل حضرتك، ولدينا رؤيه ومن خلال برنامج حضرتك، يعني برنامج ما شاء الله له جماهيريه وله قبول، وحضرتك ليكي قبول كبير جدا، يعني محبيك وربنا يعني يبارك في حضرتك وفي وجودك في الصحافه العظيمه دي. لا بكل المعاني. فاحنا عايزين نوع من التواصل من خلال البرنامج بتاع حضرتك. قبل الدوره الجديده هنتصل بيكم ونلتقي على خير، واحنا يبقى لينا الشرف ان احنا نكون في الخدمه. واحنا كذلك قوي يا فندم، نورتونا. شكرا. شكرين خالص خالص.